السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنصيفو معكم واحد البسبوسه بالكاكاو وبضانيت ديال الشكلاط. درت هنايا في الخليط درت فيه واحد البيضه ودرت فيه كاس نص كاس ديال الزيت ودرت فيه كاس ديال سنيده وقبصه ديال الملح وكتطربوا الخليط ديالكم مزيان. انا هنايا مازال ما ضربتوش مزيان. كتزيدوا عليه كاس ديال الحليب وكتزيدوا عليه واحد ضانيت ديال الشكلاط معلقه ديال الكاكاو وجوج كيسان ديال السميده رقيقه ديال الحلوه وكاس ديال دقيق الفرص ديال الحلوه وجوج خمارات حمرين. راه كتجي زوينه وكتحكوا فيها قشور ليمونه في الخليط ديالكم. قشور ليمونه وما القشور باقيين تيبانوا هنايا. وكديروها في المول ديالكم مدور ومهم نكملوا معكم ان شاء الله المقادير كلشي. بعد ما طربنا البيضه ديالنا والزيت وسنيده والقشور تاع الليمون وخبصات الملح كنزيدو عليهم كاس ديال الحليب وكنخلطوا الخليط تاعنا مزيان. هنايا درت واحد دانيت كبير ديال الشوكولاط. اللي ما لقاش دانيت كبير يدير جوج دانيت صغار تاع درهم وكنحركو مزيان الخليط ديالنا. صافي دابا النواشف ديالنا كلهم كنغربلوهم وكنضيفوهم للخليط ديالنا. صافي دابا من بعد ما ضفت السميده ديالنا جوج كيسان قلنا تاع العنبه وضفت معلقه ديال الكاكاو ومعلقه وكاس ديال الدقيق. من بعد دابا ما غربلنا كلشي النواشف تاعنا كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان وكندهنوا المول ديالنا بالزبده وكنرشوه بالسميده. الا ما عندوش سميده يدير دقيق الفرص نيت. كنخلطوا مزيان هذا الخليط وكنخويوه في المول وكندخلوه يطيب. بعد ما الخليط ديالنا خلطناه مزيان ودهنا المول ديالنا بالزبده ورشيناه بالدقيق كنخويو فيه الخليط ديالنا. هكا كيجي القوام ديال الخليط. ولكن الا خليتوه عطلتوه واحد شويه السميده عرفتو كما عرفتو دغيا كيتشرب. كما تخلطوه تخويوه في المول ديالكم. المهم دابا ها هي خويناها في الطاوه ديالنا وقديناها. دابا كندخلوها للفران على درجه 180 درجه الفوق والتحت على حسب اللي عنده الفران ديال الضو. اللي ما عندوش الفران ديال الضو كيشعل عليها ديال الغاز كيشعل لتحت وكنقص ليه مزيان حتى كطيب وصافي. اصلا هذه فيها الكاكاو راه ما كيبان فيها واش تحمرات ولا ما تحمرتش. المهم يشعلها لتحت حتى كطيب وكيخرجوها وكتخرجها من الفران وكتخويو عليها كاس ديال الحليب عامر ديال العنبه يكون بارد مزيان. كي كتخرج تكون باقه سخونه كتخويو عليها داك الكاس ديال العنبه باش تشرب دغيا كتشرب داك الحليب. هذه هي البسبوسه ديالنا والحرشه ديالنا اللي درنا فيها سميده. درت ليها الشكلاط تقريبا واحد 2 درهم ديال الشكلاط ذوبتهم مع شويه الزبده ولا شويه الزيت. تدابوزت عليهم واحد دانيت ديال الشكلاط وخويته على الحرشه ديالي ودرت عليها الفيرميسي وزوقتها انا بحال هكا. درت ليها هاد الفواكه المعسله ولكن نتوما ديروا ليها اللي عجبكم. ديروا لها غير الشكلاط والفيرميسيل راه صافي. المهم كل واحد واللي عجبو. تقدروا كاع الا ما بغيتوش ديروا الشكلاط دهنوها بالكوفيتير ما حدا كتكون باقا سخونه من دخول عليها داك الحليب وترشوها بالكوك ولا رشوها بالفيرميسيل ما كدهنوهمش. صافي دابا انا نقطعها ونحطها في المول ديالي ونوريكم من بعد ما نقطعها. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما قطعتها وحطيتها في المول. راه كتجي هشيشه بزاف وكتجي زوينه. راه بواحد الصعوبه دابا شوف كتهزوها من المول كتجي هشيشه وكتجي زوينه. نروح الطريفه نوريكم القوام ديال هاد الكيكه او حرشه.
شوفوا كي كتجي كيفاش هشيشه، كتجي مسقيه بداك الحليب وكتجي زوينه وبالصحه والراحه.